رسمياً شروط وإجراءات التقدم لوظيفة معلم بالحصة ومن لهم الأفضلية. أعلنت المديريات التعليمية عن فتح باب التقدم للعمل بالحصة للعام الدراسي الجديد لسد العجز بالمدارس شديدة العجز بناء على الكتاب الدوري رقم 26 بتاريخ الصادر من وزير التربية والتعليم بسد العجز بالمدارس والتخصصات المطلوبة. وأوضحت المديريات التعليمية قواعد الترشيح والمفاضلة للمتقدمين للعمل بنظام الحصة للعام الدراسي الجديد من كليات عام وأزهر الأعلى في مرتبه الحصول على المؤهل اللازم لشغل الوظيفة امتياز أو جيد جدا وجيد ومقبول، ويكون الترتيب بالنسبة المئوية داخل الترتيب الواحد. الأعلى مؤهلا الماجستير أو الدكتوراه، الأكثر في مدة الخبرة، المدة التي قضاها المرشح بالتعاقد مع المديرية لشغل وظائف التدريس، الأقدم تخرجا، الأكبر سنا. وحددت المديريات التعليمية الأوراق المطلوبة للتقديم للعمل بالحصة للعام الدراسي الجديد. أولا، طلب باسم مدير عام الإدارة التعليمية التابع لها، أصل شهادة المؤهل الدراسي للإطلاع وعدد 4 صور منه، تقديم ما يفيد بأن لديه خبرة سابقة في أعمال التدريس، عدد 4 صور لبطاقة الرقم القومي السارية، شهادة الخدمة العسكرية للذكور وشهادة الخدمة العامة للإناث، عدد 4 صور شهادة الميلاد، عدد 1 دوسي موضوع به جميع المستندات، وأخيرا إقرار بعدم المطالبة مستقبلا بالتعيين أو التعاقد على الموازنة العامة للدولة.